طيب ارجع تاني، انت قلت لي يمكن قبل الفصل على طول انه مشكله ترتيب الماتشات اخطر كمان من ضغط المباريات. هو انت لما تصفرني المحله وترجع تصفرني اسكندريه وبعدين هرجع من اسكندريه العب مع الزمالك ليه الاهلي وارجع من الزمالك اسافر بره؟ ليه الاهلي ما رفضش من وجهه نظرك؟ ما هو الاهلي يا جماعه اللي بيتمنوا في ناس بتسال من الجمهور بقول لك اهو في ناس بتتمنى ان الاهلي ياخد قرار عنيف وينسحب بالانسحاب؟ لا مش هينسحب لكن هياخد اجراءات قويه. هياخد اجراءات قويه وهناك امثله كثير وامثله كثيره ان النادي الاهلي بالصبر بياخد حقه وبالشغل المنظم الممنهج الشرعي بياخد حقه، فمحدش يضغط على النادي الاهلي يتصرف غلط، مش هيتصرف غلط. هل ممكن، وده سؤال برضو من جماهير، هل ممكن الاهلي يلجا للفيفا في اي مشكله متعلقه؟ اذا كان ممكنا هيلجا للفيفا. الاهلي مش هيسيب فرصه يدافع بيها عن حقوقه ومش هيعملها. طيب الكابتن احمد مجاهد احد الكوادر اللي فاهمه دي مش عايزه النقش وشخصيته تسمح انه يعمل حاجات لصالح الكره المصريه، خاصه انه بيتمتع بدعم وثقه عراب الكره المصريه الكابتن هاني ابو ريده المؤثر الكبير جدا في الاتحادين الافريقي والدولي. فاذا كانوا الاثنين يملكوا هذا لماذا لا يحدث تنظيم للكره المصريه؟ والتنظيم ابسط شكل من اشكال التنظيم الفوضى اللي حصلت في مسابقه 99. الزمالك عنده منطق بس هو بيختزل اللائحه في دوري المجموعات، ما بيقولش انها بعد كده لما تتنقل بعد دوري المجموعات الموضوع بيبقى بالمواجهات المباشره. ده ما بيتقالش، لكن لا تقربوا الصلاه بنقف عندها. واتحاد الكره ما كانش حاسم في النقطه دي وما جمعش الفرق كلها. وقال لهم النظام هيبقى بالمواجهات المباشره حتى لو كان من دور واحد. طب ما ده ينطبق على الدوري العام. يعني احنا في اخر حلقه هنا كنت بتكلم على اذا لم تكتمل لاي سبب من الاسباب. هو سبب الدنيا غامضه برضه. بطوله الدوري كيف تحسم او كيف يحدد؟ ده الجداره هتطبقه ازاي؟ هتطبقه ازاي؟ ما حدش جاوب. وفي اسابيع من انا طرحت السؤال ده على فكره هنا مباشره كده. ما حدش هيجاوبك. الاول احنا في نيه لاستكمال الدوري. اشعر ان في نيه لاستكمال الدوري. لان دي رغبه الدوله مش رغبه. وهل في قدره؟ يعني في نيه ماشي، هل في قدره؟ نرجو نتعاون جميعا عشان هذا الامر يستمر. عايزين ننجح المسابقه، عايزين ننجح المسابقه، عايزين العدل، كلنا عايزين العدل. هو احنا من اللحظه اللي احنا بنتكلم مع حضرتك فيها دي وانطلاقا من مباراه القمه بكره، شايف ان في فرصه لتصحيح المسار؟ واذا كان في رغبه في ده من وجهه نظر المهندس عادل القيعي، تصور الماتش بكره ده ممكن يكون احد الحاجات الحاسمه في ان الدنيا تمشي صح. يعني انت الماتش اللي فات ما هو خلي بالك نجاح الحكم، احنا برضو بنشيد باداء الكابتن البنا في المباراه. طبعا طبعا. ليه؟ لان برضو المباراه ما حرجتوش قوي، يعني ما فيش احداث مثيره للجدل بشكل كبير. هو ادى دوره بشكل ما احنا بكفاعل. نتمنى الاحداث ما تجرناش لانه يبقى في جدل. نتمنى من الكابتن امين عمر اذا كان في فرص انه الفار يوجهه وتبقى في شفافيه، الناس تشوف اللقطه بتاعت الفار ويبقى في يا جماعه اذا كان مستر كارتيرون عايز العدل احنا قبليك يا مستر كارتيرون عايزين العدل. احنا زعلنا قوي لما اديت تعليماتك لازارو بقطع الفانيلا جدا. جماهير الاهلي مش ناسيها له. لا انا وانا قاعد بقيت عامل كده وقلت خسرنا بطوله افريقيا بسبب هذا التصرف. مش شبهنا، دي مش تصرفات تحصل جوه النادي الاهلي. ودي كانت احد اسباب ان الاهلي ياخد فيه قرار، واخد بالك؟ لكن انا عايز اقول لك مش عايزين نغازل الناس يا جماعه، احنا ممكن نرضي الناس. والتحفيل على فكره، التحفيل يا خبر، انا من الناس لما اقعد مع اصحابي بعرف احفل كويس قوي. ايوه. لكن في مواجهه المسؤوليه طبعا لازم، انا مسؤول ما احفلش، لكن لما الاقي مسؤول كبير في نادي بيحفل على رئيس نادي بيحفل عليه، عايز نعيد ادين عدتها لك على القناه، هذا تحفيل. طب نسيب ايه؟ نوجه الناس امتى؟ مين صحيح. اللي يوجه؟ ونحاسب الصغير ازاي مين يوجه؟ اذا كان ده التصرف الكبير؟ مين يوجه؟ التحفيل مغري لانه الناس يا عم اديله قصف جبهات بيشعرك ان انت بطل قومي عند بعض القطاع اللي ما بيسمعش الا صوته بيتهيألك ان ده كل الدنيا، بس ده مش صح. في ناس قاعده واطفال صغيره بتطلع بتستوعب اللي بيتقال وبتقرر تاخد النظام ده ولا النظام صحيح. ده ولا النظام ده؟ اللي انت بتتكلم فيه ده مسؤوليه كبيره جدا، مسؤوليه خطيره جدا. واحنا والله بنحاول ندفع ثمنها.